السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم محمد زيدان في حلقة جديدة من حلقات كورة سبورت. زي ما تعودتم حلقاتنا فيها كل الحالات اللي تخص النادي الأهلي ورد على كل المرتزقة اللي بيهاجموا النادي الأهلي. لكن في البداية ما ننساش نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. يلا بينا على بركة الله نبدأ بأخبار النادي الأهلي. النهاردة استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالمقر الرئيسي بالجزيرة الكابتن عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي ونجم الكرة العراقية الأسبق على هامش زيارته للقاهرة في إطار العلاقات القوية التي تربط النادي الأهلي وكافة الشخصيات والمؤسسات على جميع الأصعدة. النهاردة أول اهتمامات مجلس إدارة النادي الأهلي بعد كأس العالم للأندية وهو التجديد لعلي معلول وأيضا عمرو السولية أحد نجوم الفريق والرواكز والعناصر الأساسية للفريق. موسيماني النهاردة بيصر كده مع كابتن محمود الخطيب وكابتن سيد عبد الحفيظ وبيريد اللاعب اللاتيني هذا الشهر. الراجل عايزه يلحق معانا الانتقالات الشتوية الحالية، لكن المتوقع أن تكون الصفقة الصيف المقبل لضيق الوقت. اللاعب اللاتيني لاعب مشهور جدا ومعروف جدا، ولكن هي مفاجأة ومش عايزين نقول عن اسمه بسبب الإفصاح عن الصفقة. حضراتكم عارفين لما بنطلع نتكلم على الصفقة زي ما حصل كده بيراميدز والزمالك وبعض الأندية بتطلع تتكلم وتقول عايزين نفس اللاعب وبيدخلوا بيغالوا أو يعني بيزودوا بيرفعوا سعر اللاعب. النهاردة يعني يوسف أوباما وضح كده وقال للجنة الثلاثية اللي بتدير نادي الزمالك عن عقد فرجاني ساسي، قال لهم لو فرجاني خد 2 مليون دولار أنا مش هكمل وعايز أخد زي فرجاني ساسي. ايضا مفاجاه مليار الثقيل بيراميدز يفاوض كارثيرو. بيراميدز بعد النتائج والاخفاقات اللي الفريق فيها منذ فتره دلوقتي بقى مركز سادس في الدوري بيفاوض كارثيرون، وان شاء الله هنشوف كارثيرون قريب في الدوري المصري باذن الله. النهارده رامي ربيعه معترض على اقصائه من قائمه النادي الاهلي المتجهه لكاس العالم للانديه. في فرق بين قائمة اللعب وفرق بين القائمة الشرفية. النهاردة الراجل مستاء جدا وزعلان طبعا بسبب ان هو خارج القائمة اللي هتبقى يعني هتلعب مع النادي الاهلي، ولكن كابتن سيد عبد الحفيظ بيحتوي الموقف طبعا وبيهدي اللعب. النهاردة انشاء فندق خاص للاعبي النادي الاهلي مكان مدرجات التتش، وايضا رسميا كريم فؤاد يصبح اولى صفقات النادي الاهلي الصيفية. خلاص كل حاجة خلصت مع نادي انبي ايضا ونادي النجوم، كل حاجة خلاص، ولكن الاعلان عن الصفقة لضيق الوقت ايضا ان شاء الله هيبقى في الميركاتو الصيفي باذن الله. ايضا احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز يدخل حسابات النادي الاهلي، وقد تحدث بعض الامور والمفاوضات خلال الايام القادمة باذن الله. النادي الاهلي يستقر على رحيل محمود وحيد نهاية الموسم. محمود وحيد لاعب محترم جدا وكويس جدا وفنيات عالية، ولكن حظه ان اللي بيلعب افضل باك شمال في افريقيا وهو علي معلول بيلعب في نفس المكان. اتجاه في النادي الاهلي لاعارة علي لطفي في الصيف بعد تجديد عقده لثلاث مواسم اضافية، ولكن هنا علي لطفي الراجل مش عايز يطلع اعارة، فده اللي هيبقى يا يطلع اعارة يا هيطلع بالتراضي مع النادي الاهلي. النادي الاهلي عينه على حارس مرمى تاني، وكنا بنطلب من فتره كبيره جدا جدا لازم عندنا حارس مرمى سوبر يبقى احتياطي للشناوي. النادي الاهلي في كاس العالم للانديه هيرتدي الزي الازرق امام الدحيل ان شاء الله، وفي حاله تخطي الدحيل باذن الله سيرتدي الزي الرصاصي امام البايرن. النهارده الحمد لله سلبيه مسحه طبيه لبدر بنون وايضا اكرم توفيق. الحمد لله جميع لاعبي النادي الاهلي الذين تعرضوا على انذارات او تحصلوا على انذارات غير معرضين للغياب امام بيراميدز. طيب بيراميدز بقى، والنهارده كان في فضيحه والخبير التحكيمي احمد الشناوي بيقول سموحه حرم من هدف صحيح تماما امام بيراميدز، وكان يجب على تقنيه الفار ان تتدخل. المشكله ان هم عايزين حكام اجانب، يعني النهارده سموحه حكم بيحرمه من ثلاث نقاط ويكتفي بإعطائه نقطة، ولكن بيراميدز عايز حكام أجانب في مباراة النادي الأهلي. بعد العهر التحكيمي وقلة الأدب اللي وفضايح اللي بنشوفها دي، بيراميدز عايز حكام أجانب. النهارده ميدو أحمد حسام ميدو
حزين وبيبكي كده على تويتر وبيقول لو بيراميدز لعب بمستوى زي المستوى بتاع النهارده قدام النادي الاهلي هيزعل جامد. الاهلي الفرقه بتلعب في 70 متر وهم معهمش الكوره، مفيش اي شيب دفاعي، وشكلهم في الثلث الهجومي حزين جدا. طبعا الراجل خايف قوي على بيراميدز وما بيتمناش طبعا ان النادي الاهلي يكسب بيراميدز. طيب فرج عامر رئيس نادي سموحه النهارده بيقول فضيحه في استاد الاسكندريه، شريف اكرامي دخل بالكره الجون والحكم لم يحتسبها ولم يحتكم للفار. طبعا مخرج اللقاء عليه عبء كبير جدا طبعا، ولكن هي منظومه فاسده كلها. حضراتكم عايزين ايه من نادي زي بيراميدز بيضع تشكيلته مديره الرياضي هاني سعيد، بيحرس مرماه هوا كده فاضي، بيحرس مرماه افضل لعبته، بيتم تبديل مراكزهم لارضاء العواجيز، تشعر نصف قائمه الفريق بمظلوميه التقدير المادي مقارنه طبعا بمطاريد ومتمردي النادي الاهلي، ثم ينتظر البعض نجاح اكذوبه بيراميدز المال القذر لعنه طبعا وهي اللي موجوده دلوقتي على بيراميدز. في ظل مباراه بيراميدز طبعا والنادي الاهلي القادمه باذن الله يوم الثلاثاء القادم في 7:30، بيراميدز بيطلب ان مفيش حد من جمهور او مجلس ادارة النادي الاهلي سوى 25 واحد فقط هما اللي يحضروا. طبعا المباراة بتاعته هو طلع يتكلم عليها. طيب سيف زاهر اللي قلت لحضراتكم بيتولى حملة الدفاع عن بيراميدز وعن رمضان بيتكلم وعايز يحط ضغوطات على لعيبة النادي الاهلي، وبيقول في الاستوديو مع عماد متعب الضغط هيكون كبير جدا لعيبة النادي الاهلي في مباراة بيراميدز لان بيراميدز هيكون اهدى من النادي الاهلي. طبعا ما فيش اهدى ولا حاجه، النادي الاهلي يعني متربع على الدوري دلوقتي وعلى قمه الدوري طبعا. لسه مباراه الزمالك ما اتلعبتش، ولكن ما فيش فرق طبعا بيننا وبين الزمالك، احنا عارفين بنكسب الزمالك ازاي وبناخد الدوري ازاي. المهم اكيد احنا مش مضغوطين زيهم، هم مركز سادس واللعيبه اللي رايحه هناك العواجيز او لعيبه الطموح عايزه تشهر نفسها وتظهر ان هم النادي الاهلي هو اللي خسرهم، ولكن النادي الاهلي ما بيخسرش حد. طبعا عماد متعب رد عليه طبعا وقال له الضغط هيكون على الاهلي ليه؟ الفرق يعني الفريق الكبير دايما ما بيكونش عليه ضغط، بالعكس الضغط بيكون على الفرق الصغيره وبعض اللعيبه المعروفين بالاسم. سيف طبعا قال له انا اللي بدير الاستوديو يا كابتن عماد، طبعا كان عايز ان عماد ما يتكلمش وكده، فعماد قال له على راسي دير الاستوديو زي ما تحب، ولكن النادي الاهلي ما عليهوش ضغط، النادي الاهلي عمره 114 سنه يا سيف مش موسمين ثلاثه. طبعا سيف وشه احمر واصفر وقال له نطلع فاصل. تركي آل شيخ يحسم الجدل حول صفقة ساسي. النهاردة شفنا كل المواقع اللي بتتكلم وبتقول ان تركي آل شيخ عاوز يخطف صفقة فرجاني ساسي، طبعا نفس المواقع منذ ايام قليلة، وقالت ايضا ان السيد تركي آل شيخ عاوز ياخد سيرينو ايضا صفقة النادي الاهلي. ولما لقوا ان الراجل فعلا طلع قال انا ماليش علاقة بالموضوع سيرينو ولا ليه علاقة بالدوري المصري سكتوا شويه، فالنهارده طالعين يتكلموا على موضوع جديد وهو انتقال فرجاني ساسي لنادي الهلال السوداني. النهارده مع حضراتكم اول تعليق للسيد تركي آل شيخ بشان دعمه صفقه انتقال فرجاني ساسي الى نادي الهلال. الراجل بيقول على تويتر لا ولا اتدخل في الكره المصريه. وتعبت وانا اقول الكلام ده واعيده، الراجل دايما بيطلع يصرح شخصيا. ولكن بعض المواقع عايزه تشتغل هنا فبيدخلوا او بيزجوا اسم الراجل في الموضوع عشان طبعا يعملوا تفاعل. فالراجل بيقول ايضا مش محتاجه توضيح، انا قلت الكلام ده من زمان بس مش راضيين تقتنعوا براحتكم. انا ماليش علاقه بالدوري المصري نهائيا. حاجه بالعقل كده يعني بيني وبين حضراتكم، الراجل جاب لهم فرجاني ساسي وبن شرقي وجاب لهم جروس، جاب لهم هدايا، ثلاث هدايا. لما الراجل دلوقتي شال ايده من الموضوع، شال ايده من الدوري المصري، عايزينه يجدد طبعا تاني الفرجاني، فيعملوا ايه؟ يزجوا باسمه في اي موقع طبعا، مواقع المدفوعه الاجر، يتكلموا على الموقع، قولوا ان هو هياخد هيعمل بتاع، الراجل يطلع يرد، يتكلموا مع بعض، ممكن يطلعوا بمصلحه او حاجه ان الراجل يجيب لهم لعيب هديه، ولكن الراجل طلع قال انا مركز مع فريق الميريا الاسباني، وايضا بتولى الرئاسه الشرفيه لنادي الهلال السوداني فقط. ومليش اي علاقه بالدوري المصري ولا اهلي ولا زمالك. النهارده سر التاسعه اعظم مقيل وتحيه لكل من شارك في العمل وتاكد لي انه سيتم اذاعه الفيلم الوثائقي
وسر التاسعه على قناه النادي الاهلي حتى يشاهدوا الجميع. طبعا انا كنت مستاء جدا جدا وزعلان ان الفيلم او يعني فيلم الوثائقي وسر التاسعه كان نفسي يتعرض على قناه النادي الاهلي، ولكن كان ليهم راي اخر ان هم عايزين يدعموا الموقع النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي باليوتيوب باكتر عدد من الجماهير، وبعد كده ينزلوا الفيلم على قناه النادي الاهلي ونتمتع كلنا في سهره في حب النادي الاهلي. خالد الغندور بقى بيخاطب جمهور الزمالك وبيقول افرحوا بناديكم لان فريقكم بيتعب وبيجتهد وبيعرق وبيكسب بعرق جبينهم. انا اقول لك لا، بيكسب طبعا في مباريات كتير جدا جدا بيكسب بعرق الحكام. بيقول لا يوجد احد في ظهر فريق الزمالك وبيتعرضوا للايقاف وتطبق عليهم العقوبات ولا يوجد لدينا نظريه المؤامره. طبعا كل ده بسبب التصريح السيء والتصريح يعني عايز اقول عليه ايه، طيب مش لاقي مسمى اقول لحضراتكم، تصريح زي الزفت، تصريح خانوا التعبير احمد مجاهد. فتصريح اللي قاله امبارح ده اللي هو يعني خفف عقوبه الشناوي عشان كاس العالم للانديه، الراجل اصلا اتوقف مباراه وكان هيبقى في مباراه تاني، يعني مش هيفرق معانا نهائي العقوبه بتاعتك دي في كاس العالم للانديه، فما تدخلناش احنا، ما تزجش اسمنا احنا في اي موضوع. التصريح دوت انا شايف ملوش الا تفسيرين، يا اما الدلدول شارب حاجه ومش فاهم هو بيقول ايه، زي بالظبط لما خد القرار ووقف الشناوي من الاول، يا اما عاوز يشحن دماغ جمهور نادي الزمالك بخرافات ان النادي الاهلي نادي الدوله الى اخره، وبيعمل ضجه تغطي على فضايح ومصايب بتحصل زي الغاء الفار والتواطؤ في ماتشات المختلط. بتمنى كنش طولت لحضراتكم، لو طولت بعتذر، شكرا لحضراتكم، ان شاء الله ان شاء الله لو في العمر بقية نتقابل بإذن الله غدا فيديو جديد واخبار جديدة ان شاء الله. شكرا لحضراتكم جمهور الكرة المصرية بشكل عام، جمهور النادي الاهلي بشكل خاص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.